السلام عليكم. في الدرس اللي فات شفنا ازاي نتعامل مع الفورم، دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع البوتوم. وهتلاقي في اوامر كتيرة مشتركة مع البوتوم، مع الفورم، ومع الحاجات اللي احنا هناخدها بعد كده زي التكست. هتلاقي الخصائص تقريبا مشتركة. طيب بعد ما حطيت هنا بلاقي ان انا عندي خاصيتين مهمين جدا لازم ابدأ بيهم. اول حاجة اللي هو النيم، وتاني حاجة اللي هو التايتل. التكست هنا اللي هو الاسم المكتوب ممكن نغيره ونسميه ايه؟ كليك هير، يعني اضغط هنا. تمام. رايت تو ليفت ده لو انت تكتب عربي فبتخلي رايت تو ليفت يبقى من ناحيه اليمين للشمال. طيب الخاصيه المهمه قوي اللي احنا لازم نعملها اللي هي النيم. النيم اللي هو عباره عن ايه؟ اللي انا هستدعي بيه، اللي انا هبرمج بيه. فده مثلا ممكن يبقى بي تي ام 1 مثلا. تمام. فده بقى الاسم بتاعه، لما تيجي تبرمج هتلاقي ان هو بي تي ام دوت شرطة كليك، ولما تيجي تستدعي او تعمل اي حاجة لازم تكتب بي تي ام 1 لو انت عايز تاخد منه معلومة او تدي له معلومة. خلاص ده بقى اسمه في البرمجة بدل ما بوتوم 1، لان كلمة بوتوم 1 بوتوم 2 هتعمل لخبطة، فانت لازم بتسمي الزرار على حسب المهم اللي هو عايزها. زي مثلا ممكن تسميه انتر، ممكن تسميه كانسل، ده هيسهل عليك ان انت تبرمج فيه. طيب تعال نطلع فوق، هنلاقي عندنا خاصية الباك كولر، ممكن تدي له لون مختلف زي كده مثلا، ممكن تديله صورة، دوس كده ومن امبورت تبدأ تدور على صورة مثلا ديت. طبعا انت بتختار صورة تكون بنفس الحجم ديت على اساس تيجي معاك. باك جراوند لي اوت ممكن تخليها تايل او سنتر او ستريتش بالشكل دوت. طيب السهم نفسه عايزه يبقى عامل ازاي، فهتيجي هنا وتختار شكل السهم وليكن مثلا هاند، يعني لما اجي اشغل اول ما الماوس يجي هنا يبدأ شكله يتغير، اول ما بس ايه تعمل حركة فوق الزرار دوت. هتلاقي فلات ستايل تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه، ممكن تخليه فلات مثلا. هنا الكالر بتاعت الفونت، الكتاب اللي جوه، يعني ممكن مثلا اقول له انا عايز اخلي الكتاب مثلا باللون الابيض مثلا، ده متغير تخلي الكتاب اكبر مثلا. دوس هنا تخلي الكتاب مثلا 14 16 بالشكل دوت. عندنا فيزيبل ممكن تخليه ترو او فولس، يظهر معاك او ميظهرش معاك. ممكن تشوف الحجم بتاعه سايز، تغير السايز بتاعه مثلا وهكذا. دي اهم الخصائص اللي موجودة في الزرار. ممكن نبرمجه بقى، نقول له خلي بالك اعمل لي مثلا مسج بوكس دوت شو، اسهل حاجه، وبعد كده القوسين، وبعد كده السيمي كولن، وهنا ممكن تدي له مثلا هالو وورلد مثلا، وبعد كده F5 يظهر لك الزرار يجيب لك الرساله اللي هي هالو وورلد.